لا يعني ايه اقصى حاجة ممكن تحدث لا قدر الله لو الانسان ما اتعالجش؟ ليه؟ احنا بنقول ده رسالة للناس اللي عندهم نفس حالة الطفل الجميل ده او الصبي ده لكن ما اتعالجش. يعني ايه اقصى حاجة لا قدر الله، مضاعفات او يعني هي بتبقى قليلة قوي عشان برضو ما نخضش الناس، لكن أحيانا بيوصل لمرحلة انتحار، أحيانا بتوصل ما لمرحلة ده كده القتل. مش قليلة بقى، ده آه كتيرة جدا كده، بيوصل اللي بيقتل، اقصى حاجة. يعني شفناها جرائم كتير قتل وطلبنا في المحاكم عشان ندي رأينا الفني، لكن هي حتى المشكلة إن أنت عايز يثبت، القاضي يقول لك اثبت لي إن هو لحظة ارتكاب الجريمة ما كان كانش في تعبان، حالته كان تعبان عشان ياخد عشان براءة او ياخد ياخد براءة أو يتحط إيداع يعني. لكن يعني دي مش بس قاتل يعني مش مع سبق يعني الإصرار واحد يعني. مثلا قتل اخته، قتل اخته والراجل ليه ملف طبي 5 سنين، لكن القاضي يقول لك اثبت لي ان هو في هو كان كويس تقدر الدكتور. تثبت الدكتور في دي ولا ما بيبقى صعب؟ دي بتبقى من تقرير الشرطه، لحظه القبض عليه كان شكله ايه؟ هل كان عادي؟ هل هو كان هرب؟ هل ده كان فرحان بالقتل ده؟ يعني دي حاجات تاني بالظبط كده، الحاجات بتبقى اللي انت ملبسات اخرى بتبان في تقرير الشرطه، تمام. عشان ده دايما ده بيبقى اذا اهم يعني واحد. عايزين نقول حاله مرضيه مظلومه، يعني هي يعني اذا ما خدناهاش بعنايه ما هو فيها وتركيز مشكلة قد تاني، تؤدي لمشكلات لا كبيره. فيها مشكلة تاني، اتفضل. المرض ده بوردر لاين زي ما قلت لك بين الأمراض العصبية والأمراض العقلية، القانون بيقول إيه؟ الأمراض العقلية غير مسؤول، طبعا لكن الأمراض العصبية هو ممكن. مسؤول عن كل حدث بيعمله، فممكن لو ارتكب جريمة